لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات، وليس هناك أي منطق معقول. نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نعطي الدروس لأحد بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يعانون من الفقر وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة، فالإصابات التي تقوم بذلك يعودون الحقيقي والمشترك. وإذا عملنا سويا على محاربتها، ومن جهة أخرى سنتأسف وتترك انطباعا سلبي من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما توأمان متكاملا. احنا اخوات في وطن واحد، ولاد عم في الحاضر والمستقبل، ولاد خالة في المصير الثوري المحتوم. احنا قرايب. لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سويا. هذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل.